هذا سيدي واحد الراجل كبير شويه في السن، ماتت مراته وما يتفقوا ولادو انهم يزوجوه بلا اخباره، مين يسخن الحال في الصيف يزوجوه، ولكن هو راه سمعهم، هو داك الشيء ما سمع. لا غدا في الصباح صباح محيد حوايجو بالصوفيت مات الصماط وكيدور في داك الصالون غادي جاي، يا تجي واحد بنتو كبيره قالت له ياك لاباس الوالد، قال لي الموت ديال الحراره والسخوطات. هذا سيدي واحد خينا محشاش مشى عند واحد الدكتور، قال له دكتور راه كيوقع لي ديما مشكل في الليل، راه من تنكون نعس نحلم بان راه الحمير كيلعبوا كره وكل مره على هاد الحال. ايوا جا داك الدكتور شاف فيه وقال له حاول ما تنعش هاد الليله، قال له ما يمكنش يا دكتور راه اليوم راه الفينار. هذا سيدي واحد السيد مكلاخ سرقوا له التليفون ديالو، مشى سيدي عند البوليس كيديكلاري، هذاك البوليس قالوا له كون هاني التليفون ديالك غنجبدوه لكم تحت الارض. داك الشيء ما سمع داك المكلخ، من خرج لبرا بالو له واحد صحاب العمال النظافه كيحفروا في الارض، هو يوقف لهم عند راسهم بقى تيرغب ويزاوق فيهم، انا مزاوق غير بشويه، راه التليفون ديالي جالاكسي ولونو كحل، عندكم تبقاو تحفروا تتهرسوه ليا. هذا واحد سيدي جا عند مرته وقدم ليها أربعة ديال الخواتم وقال ليها أنت يا زوجتي العزيزة، أنت فيك أربعة ديال العيالات، ما نقدرش ندير شي وحدة من غيرك. إيوا السيدة ما قدرش تستحمل الرومانسية، داوها للإنعاش وراه شد في الحبس صدق صارخ محل ديال الدهن. وحده سيدي تحياتي كاع النساء، هادي يا سيدي وحده مكلخه، جاو شي جيران كيقولوا لها راه راجلك تيخونك، ايوا بقات كتسينو تدخل للدار، وقفت له في الباب قالت له دخلنا عليك غير بوجه الله لما تقول لي الحقيقه، قال لي هياك لاباس المرا قولي شنو كاين، قالت له لما تقول لي الحقيقه هاد الوليد اللي في كرشي واش ولدي ولا ماشي ولدي.